السلام عليكم. بعض الناس يقول كل اللي قلته كل كلمة وقلناها إيش مكبرين الموضوع. مع الأسف كثير من الناس ما يعرفون شو وزن الكلمة، شو ثقل الكلمة. يا عزيزي، كلمة قد تقربك من شخص، قد تبعدك عن شخص، قد تزوجك من شخص، وقد تطلقك من شخص، قد تبني سلام بين دولتين، وقد تؤسس وتبدأ حرب بين دولتين. كلمة قد تخلي إنسان يتمنى أن يكون حولك ومعاك، قد يخلي إنسان ما يتمنى أن يشوفك من الأساس. كل هالكلمة، لو كل شخص خلى ثمن لهالكلمة وخلى ثقل لهالكلمة، ما كان في أشياء كثيرة، مصايب كثيرة صارت، جرائم قتل كثيرة ما كانت راح صارت، مصايب كثيرة، جرائم اعتداء، بلاوي كثيرة. لو كل شخص ثمن الكلمة اللي تطلع منه ما كانت أكثر شيء كثيرة بسير. فيا عزيزي، لا تقول هذه كلمة وقلتها. كلمة قد تكون كل شيء عند الآخر، وكلمة تخليك أي شيء أما كان ولا شيء عند الآخر. وياكم سيد جلفار، سلام عليكم.